لعبة روبلوك محظورة عندك في تركيا وما عم تقدر تشغلها على البي سي او على الجهاز. شاهد هذا المقطع عشان تستفاد. السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد أو برينز. قبل أن نبدأ لا تنسوا تصلوا للنبي. مقطعنا اليوم يا شباب عن حل مشكلة روبلوكس في تركيا ما عم تفتح معكم، أوكي؟ فهلا بدي منك اشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. لا تنسى دعمنا المقطع بلايك وانشر المقطع بكل مكان عشان الكل يستفاد، أوكي حبايبي؟ أصدقائي من يومين يا إخوان نزلت لكم طريقة كيف تشغلوها على الجوال، وهلا يا إخوان راح نزلكم يعني طريقة كيف تشغلوها على البي سي، أوكي حبايبي؟ خلوكم هلا مع المقطع ويلا يا إخوان نبلش الخطوات. هلا يا إخوان راح نروح على الرابط نضغط عليه مثل ما قلنا يا شباب، تمام حبايبي؟ راح تفتح لنا يا إخوان صفحة بهذا الشكل، تمام حبايبي؟ ما في مشكلة نترجمها. طيب أوكي يا إخوان مثل ما اتفقنا بتلاقوا يا إخوان الرابط بالوصف، تمام حبايبي؟ أو بتعليق مثبت، تمام؟ الحين يا شباب تجي تنزلوا لتحت، شايفين هذا يا إخوان هاي الصفحة بتطلع لكم. بننزل يا إخوان شوية لتحت، ويا إخوان بنجي بنحمل يا إخوان النسخة هاي، ما تحملوا النسخة الأخيرة لا، نحملوا يا إخوان هاي النسخة، تمام؟ تضغطوا عليها هون بالسهم يطلع لكم تحميل داونلود، أوكي؟ بعد ما حملتوا يا إخوان راح ينقلكم يعني يا شباب على المجلد التحميل، تمام؟ شوف يا اخوان انا خليكم تروحوا مثلا التحميل، شايفين راح يطلع لكم يا اخوان هذا المجلد هون، تمام؟ وبعد ما تضغطوا عليه يا اخوان التسطيب التثبيت، تمام؟ يعني اضغطوا عليه هيك، تمام؟ انا شايف فرجيكم انا يا اخوان مثبته انا من قبل، تمام؟ شوف يا اخوان راح تطلع لكم هاي الواجهه، تمام؟ تعملون نيكست 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 وتثبيت وفينش بعدين، تمام؟ وبعدين يا اخوان راح يروح وين؟ راح يروح يا حبايبي لهون. شوفوا انا مثلا مثبته من قبل، تمام؟ تمام مثبته انا من قبل، تمام؟ تخيل راح تجي يا اخوان هون بعد ما ثبتتوا تضغطوا على هذا السهم اللي هون موجود تحت. الحين يا شباب راح تشوفوا هاي الغيمه، شايفين هاي غيمه هيك صغيره راح نضغط عليها، ومثل ما كنتم شايفين يا اخوان هذا هو البرنامج. اول شيء راح يتطلب منكم يعني نكس وهيك اعطوه انتم التالي التالي التالي، بعدين يا اخوان راح تطلع معكم هاي الواجهه. الحين يا شباب نضغط عليها، تمام؟ نستنى حتى يتصل، ومثل ما كنتم شايفين اخوان اتصل معنا. الحين يا شباب راح نروح يا اخوان نشغل اللعبه مع بعض. يلا يا شباب نشغلها مع بعض، يلا بسم الله ليتس جو. اوكي ننتظر شوي حتى تفتح. يلا يا شباب ننتظر. حلو. او ماي جاد، مثل ما كنتم شايفين يا اخوان فتحت معنا اللعبه، تمام؟ طب احيانا يا اخوان بصير جليتش، اوكي حتسوى من هون وراح تفتح، تمام حبايبي؟ اوكي يا حبايبي شايفين يا اخوان بعد ما حدثته يا اخوان طلع معانا كل المابات مثل ما كنتم شايفين. لو دخلنا يا اخوان على حي الله ماب مثال يا شباب هذا الماب، تمام؟ راح ندخل له مثل ما كنتم شايفين حبايبي. ننتظر شوي يا اخوان، كل شغال يا اخوان كل شغال، ما تاكلوا هم يا اخوان، تمام؟ اوكي الحمد لله يا شباب، يعني انه يا اخوان لقينا طريقه عشان نفتحها يا اخوان من جوات البي سي، تمام حبايبي؟ مثل ما كنتم شايفين. وهي يا شباب عم العب. يلا اخوان نروح ليتس جو ليتس جو. طبعا يا شباب راح يكون في شويه لاج، تمام؟ شويه لاج بس عبين ما يا اخوان يحمل، لان يا اخوان في بي ان، تمام؟ فشوفوا يا اخوان او ماي جاد بنطار، شايفين يا اخوان حمل، شايفين؟ يعني ما في اي مشاكل يا اخوان، كل اللي عليكم انكم تروحوا تضلوا عم تلعبوا وما تسالوا يا اخوان، عبين ما يا اخوان يفكوا الحظر على تركيا، تمام؟ فمثل ما كنتم شايفين يا اخوان او ماي جاد الشباب هدي هدي يا حبيبي. اوكي نايس نايس والله هذا الماب يا اخوان مره مسلي. شباب هيك بكون نهايه المقطع، اتمنى انه استفدتوا. لا تنسونا يا اخوان اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وانشروا المقطع بكل مكان عشان الكل يستفاد. كل الحب احترام لكم، مع السلامه.